السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم قدمت لكم التشكيله ديال البلاطو بالفريز وبالكلاصاج. راه عندي كلاصاج في القناه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم اللي كيجي لذيذ بزاف، والبيسكوي مصاوب بالزبده كيجي كيدوب في الفم. نتمنى انكم تجربوه وندوزوا المقادير عفوا وطريقه التحضير. هنايا عندي الفريز، انا وزنته ليكم، عندي شي 315 غرام هكاك او 350 غرام. اختاروا الفريز اللي يكون طري هكا موجود، شي 12 الحبة او 11 الحبة تقريبا. هنا الفريز من بعد ما غسلته غنقطعو هكا قطع ليا رقيقة باش غنديرو، لان كيغلى فوق النار، باش غنضيفولو الجيلاتين والكريمة من بعد. هنا ندوزو نشوفو المقادير. دابا راه الفريز راه يلاه بدا يدخل، يعني نحاولو نشريو الخضر المنسية، يعني اللي كتكون الفترة ديالها كتكون طرية. كيما كتشوفو انا قطعت الكمية اللي عندي. هنا عندي تقريبا نص كاس ديال الماء، كاس اللي كنشربو منو الشاي. غنضيفو على الفريز، غادي نضيف بحسب الحلاوه نتوما الذوق، غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السنيده. هنا غنوضعهم على النار. هنا عندي واحد جوج قطرات ديال الحامض هكا باش اللون ديال الفريز ديالنا ما يتبدلوش اللون. هنا عندي 10 غرام ديال جيلاتين بودره، هذا اكار اكار. غنحتاج هاد المول ديال السيليكون، اي مول بغيتو ديرو حلوه فرديه ديرو حلوه فرديه. غنحتاج الكريمه تكون بارده من الثلاجه. هاد الكيسان هادو على حساب انا غنوزن معاكم. نحتاج كاس ديال الكريمه، يعني هاد القدر اللي غنحتاج، تقريبا 150 غرام ديال الكريمه تكون باردة من الثلاجة. هنا الجيلاتين غنضيف عليه حسب واحد جوج معالق كبار ديال الماء، ضروري ما نضيفو عليه الماء، نخليوه على جنب. هنا من بعد ما غلى لينا الفريز غنطحنو. هنا من بعد ما طحنت داك الفريز رجع لينا هاد الشكل. بغيتو يعني تصفيوه انكم تحيدو تزولو هذوك الحبيبات، صفيو. انا غنخلي هكا يعني ما عادش نصفي. غنضيف عليه داك الجيلاتين، ضروري ما تضيفوه يكون باقي سخون، حيت هاد الجيلاتين بودره كيبغي درجه الحراره اكثر من الجيلاتين داك اللي كيكون اوراق. هذاك يعني واخا تكون الحاجه دافيه كيدوب لينا، هذا كيبغي يعني الحاجه كتكون سخونه مزيان. غنحرك مزيان حتى يذوب ليا داك الجيلاتين، يعني هكا العناصر ديال مع بعضياتها. غنخلط هادشي مزيان، غنحاول نطحنو نضربو واحد جوج ضربات باش هداك الجيلاتين يذوب ليا مزيان. هنا كنحاول انني ما نقطعش لكم الفيديو بزاف باش تشوفوا المراحل. غنضربو واحد 3 ولا 4 ضربات ونخليه على جنب. هنا نجيب الكريمه غنضيفها في هذا البول. هذا الكريمه دي اللي كنستعملها انها حلوه. غنضرب هذه الكريمه ما نخليهاش تتعقد، يعني تكون باقا مرخوفه ونطلاقها. كما كتشوفوا الكريمه يعني راه طربتها غير شي شويه، ما طربتهاش تعقدت. كما كتشوفوا راه رخوه على هذا الشكل. هذا غنخلي الفريز ديالي حتى يدفى ونضيفو على هذه الكريمه. هذه هنا درتها في الطبسيل باش يعني تبرد ليا دغيا، يعني تدفى ما نخليوهاش حتى تبرد كاع. انا ضفت نص الكميه ديال هذاك الفريز اللي درتو، ما وضعتوش كامل حيت الكريمه دايره بحسب المول اللي عندي. غنخلط هاد الكريمه شويه. كما كتشوفوا الكريمه راه بدات
كتماسك حيت الكريمه بارده. كنرجع لينا على هذا الشكل هذا. هنا ندوز نعمر هذا المول ديال السيليكون. تقدر ديروا حلوه اللي هي فرديه كعائليه كبيره، انا ندير هادو فرديين. نحاولوا نخبطوا هذا المول باش يعني ما يبقاش لينا داك الفراغات ديال الهواء. صافي، وكنمسحوا هذوك الجوانب نشوفوا يعني المول اللي باقي خاصه، كنزيدوا نضيفوا ليه الشكل هذا. ومن بعد كنديروا في المجمد بحسب واحد 4 السوايع. غنغطيه بلاستيك غذائي ونديرو في واحد البلاطو باش ما يتحركش ليا، ومن بعد نديرو في الثلاجه نخليه واحد 4 أو 5 السوايع. تخليوه ليله كامله الا ما كنتوش زربانين عليه، خليوه ليله كامله. هنا ديك الكميه اللي شات ليا ديال لاموس ديال الفريز غنضيفو في هذا المول ديال حلوه ديال لابيش. من بعد هذا كيت كلاصة غنقطعو، يعني غتشوفو الطريقة اللي عندي ليه. لي تا حاجة منخليوها تضيع، كيما كتلكم راه تقدرو ديرو حلوة لي هي عائلية. أنا بغيت ندير هاد الحلوات لي هما فرديين، هاكا يتقدمو مع لاطارت صغيورين ميني طارت هاكا، يعني كيجيو الشكل ديالهم زوين. واللي بغا يعني تكون عندك شي مناسبة أو عندك الضياف يبغى يهز شي حاجه كيهزها، كتجي يعني حاجه اللي هي زوينه. نغطيها هكا بلاستيك ونطحن في الثلاجه كما قلت لكم واحد 4 السوايع أو 5 السوايع، عفوا ماشي في الثلاجه، في المجمد. هنا ندوز المقادير، عندي 4 المعالق كبار ديال الزبده، عندي قشور حامضه، تقدروا ديروا فاني، انا خد 0 بيضه، عندي نص كاس ديال السكر كلاص او سكر كلاصي، عندي الطحين على حساب الخليط. غنستعمل هاد المرشم هذا. غندوز نحط الزبده، الزبده تكون بحراره المطبخ، من الاحسن تستعملوا الزبده ما ديروش ماكارين. غادي ندير واحد القرشه ديال الملح، غادي نضيف ليها نص كاس ديال السكر كلاص، غنخدمها مزيان حتى ترجع لينا على شكل بوماد مطلق. غنضيف هذيك 0 بيضه، غادي نضيف هذيك قشور ديال سيترون او ديال الحامض. نضيف الطحين، الطحينة اللي يجمع ليا الخليط. حتى ما كتبقاش تلصق، حتى
تجمعين على شكل كرة، غنوضحها في الثلاجة واحد نص ساعة ومن بعد نتلاقاو نشكلوها. كما قلت لكم راه ما كتعجنش، راه كنجمعها وصافي. كتجمع كتولي لنا على شكل كره. هنا نديرها في بلاستيكه، غنضيفها في الثلاجه واحد نص ساعه ومن بعد نطلقها. هنا حيت الفيديو عايجي طويل قسمته على الجزء الاول والجزء الثاني، غندوزو ان شاء الله الجزء الثاني. تفرجوا في هذا الجزء الاول وتفرجوا في الجزء الثاني حيت الفيديو عايجيكم طويل قسمته على جوج.